الحمد لله وان شاء الله بنلاقي اولادنا بخير وسلامه ونسواننا واهالينا. واحنا تعذبنا عند اليهود وعند المخابرات وعند السلطه، واللي يعني ما حدش رحمنا، لا جيش رحمنا ولا سلطه اسرائيليه رحمتنا، ولا سابونا نشتغل، اخذوا مصارينا واخذوا اواعينا وشلحونا البواس وما ظل ولا شيء علينا. سابونا عريانين، سابونا عريانين، في جرحى، في جرحى مصابين، سابونا عريانين ثلاث ايام وانا متعذب عريان، زلط ملط وغير، لبسوني الاواعي قبل ثلاث اربع ايام. يشهد الله، يشهد الله، اكل لا نشبع ولا شيء ولا اي حاجه، ولا حتى يقدرونا ولا يحترمونا، بقوا هيك على يدعسوا عروسنا ويخطونا بوكسات وشلاليط. انا لحتى الان بتوجع من ضربهم ومن تكسيرهم ومن عذابهم. ويشهد الله ما رحمونا لا المخابرات ولا لليهود ولا السلطه الاسرائيليه ولا واحد رحمنا، حتى الكبلان اللي احنا بنشتغل معاه هو اللي سلمنا للبوليس. وبارك الله فيكم، ان شاء الله بنلاقي ونسواننا بخير وسلام، والله يديمكم.